ولكن هم اصلا يعني اللي بيهم مسلح، اللي بيهم يعني كذا يعني، ف يعني شلون يريد يسيح لك من يعني ياخذك من البنايه فقط، يريد يطلعني برا في سبيل اكو جهات برا تاخذني. راح نبدا من اول لوكيشن وهو بغداد، وهذه القصه امام انظار السيد معالي وزير الداخليه عبد الامير الشمري. هذا مواطن تم اقتحام بنايته من قبل اشخاص مدنيين مع وجود ضباط ومنتسبين من الداخلية حسب كلام هذا المواطن، وأنهم ما يمتلكون أي أوامر قضائية. هذا الشخص عنده عقار، يعني يملك 3/4 العقار، وأكو ربع ويا شريك، صار اتفاق أنه بينه وبين شريكه أنه بيشتري هذا الربع، لكن تم أنه سلم شريكه أغلب المبلغ وباقي مبلغ على التحويل. بوقتها صار وباء كورونا، تم تأجيل التحويل رسميا بين الطرفين، فصار تأخير القصة. المشكلة البائع امتنع عن التحويل بحجة انه الاسعار ارتفعت اضعاف ما كانت عليه، صار يطالب المشتري بان يدفع له مبلغ اكثر. طبعا هذا المواطن استنجد ببرنامج لوكيشن حتى يوصل صوته ومظلوميته، وايضا نأكد انه حق الرد مكفول للطرف الاخر. خلونا نشوف. والله هي القصة بالنسبة إلى موضوع، أنا عندي عقار 3/4 العقار إلي، وأكو بالنسبة إلى يعني الربع الأخير يعني اتفقت ويا الشريك اشتريته من عنده، يعني اشتريته ما يقارب قبل حوالي سنتين، ودفعت له المبلغ تقريبا، بقى جزء قليل من المبلغ لحد ما يجي يقرر لي بال يعني بالتسجيل العقاري، التسجيل العقاري. وهذا الموضوع حتى في سبيل ندفع ضريبته اموره شغلاته. صادفت كورونا، صار اكو تاخير بالموضوع، ارتفعت اسعار العقارات، تهزم سعر العقار، ارتفع 8 أضعاف سعره. دي طالبنا انه تعال بالنسبه لك تشتري بالسعر الجديد هسه. زين انا متفق وياه، صار ومتسلم فلوس صار ما يقارب اكثر من سنتين. زين انا ادفع بالسعر الجديد على شنو؟ انت ما قبلت. ما قبلت. ما قبلت، بس بيني وبينه اكو فد عقد رسمي ومبصم به، يعني هو الشريك هو مبصم به بالعقد الرسمي. ايه هذا الموضوع. والله يا حبيبي انا صاحب محل جوة، فشفنا ناس دخلوا اكثر من 8 إلى 10 اشخاص، من ضمنهم ناس لابسين زي عربي، دخلوا المكتب البنايه، فارتفع الصوت صياح وعياط. استعان بي الحارس مال البنايه، لان انا اقرب واحد الى الحارس، خابرني قال لي تعال يعني الحق، راح اكو مشكله راح يسببوها هذول الاشخاص. صعدت لقيتهم هنا صياح وعياط، يردون ياخذون الورقه او كتاب بالقاصه، ما تعرف، بس هم عيونهم كانوا قاعدين وعيونهم على القاصه، فاللي منعهم اني والحارس مال البنايه. فمن دخلوا بنفس الوقت شفت شخص من ضمن الموجودين وياهم، سابقا اني تعرضت لمشكله خلف البنايه وصار بها طلاقات ناريه، من ضمن الاشخاص اللي صعدوا هذا الشخص هو اللي رمى طلقات. يعني من ضمن الاشخاص المدنيين اللي جوي. بعدها بوقت تقريبا ربع ثلث ساعه دخلوا الشرطه، اكثر من ضابط، يمكن ضباط 2 ومنتسبين 4 أو 5، دخلوا هنا وبيساندون ذول الاشخاص اللي لابسين زي عربي، مسانديهم ومستقتلين على مودهم يعني. فانا اتصلت بابو البنايه، اجى ابو البنايه. اول ما دخلوا قلت لهم طالبوني، قالوا بالنسبة إلى أريد نشيل الكاميرات، قلت أمرك القضائي اللي موجود. قال إحنا عندنا أمر قضائي عفوا بدل إحنا موجودين شيء مجموعة أوراق وياه. قال أنا أمر القضائي موجود بالأوراق. قلت لي سلمني إياه وتأمر أمر. حاضر. حتى أنا بالنسبة لي أبدل لك الهاردات، البطاقة الذاكرة مال دي في آرات، حتى لان هاي بتعرف انا بالنسبه لي البنايه كلها بهاي الكاميرات، يعني يصير يعني حتى في سبيل استبدل يعني حفاظا على حقوق الناس الموجوده هنا. قال لا احنا نريد الكاميرات كلهن يعني مع الاجهزه. يعني ياخذ الكاميرا والجهاز؟ الجهاز كله الدي في ار. قلت له اكثر الاجهزه الامنيه من تصير فد شغله تجي تاخذ من عندي فقط الهارد، يعني ما تاخذ جهاز تشيل عن الوايرات تقصه وتاخذه. اي هذا يستبدله وانا اروح اجيب جهاز بطاقة مؤقتة لحد ما ترجعوا لي. قال لا أريدهم كلهم. قلت له أعطيني أمرك
قال انا ماخذ الامر من بالتليفون. قلت له اولا القاضي مال المنطقه ما يعطي امر بالتليفون، يعني ما اعتقد هيك موضوع. قلت له بس موضوع ثاني، جيب لي امر وانا وين ما تريد اروح وياك، انت اللي تريده، انت جهه تنفيذيه وانا حاضر. قال لا احنا جايين بامر جهات عليا. قلت له انا ما اعرف، انا ما اعرف الجهات العليا. قلت له انا اللي اعرفه فقط اعرف القضاء، لان بالنسبه لي يعني اعرف القانون واعرف شنو حقوقي بالنسبه لي. قلت له انا اعرف القضاء، غير القضاء سلطه ولائيه، غيرهم ما حد يعطي اي، ماكو سلطه تعلى عليه. الناس اللي كانوا موجود اللي جو اللي جوك اول مره اللي لابسين زي عربي، شنو كان موقفهم يعني؟ ذولاك هم اصلا يعني اللي بهم مسلح، اللي بهم يعني كذا، يعني ف يعني شلون يريد يسيح لك من يعني ياخذك من البنايه فقط يريد يطلعني برا، في سبيل اكو جهات برا تاخذني. اي فانا تمسكت بقيت بالمكتب، اي واستنجدت يعني بال برقم العمليات المشتركه خط ساخن يعني قائد العمليات، ورسل لنا قوه يعني مشكور يعني، والقوه اجت يعني في ظرف يعني 10 دقائق القوه اجت. فمن حضرت القوه تفاجات باللي صار، لان هي طلعت القوه هي هاي اصلا القوه الماسكه للارض وما عندها معلومه عن الدخول مالتهم، لان لازم كل قاطع احد يدخل له يعني لازم يعطيهم علم انه دخولهم للقاطع، حتى لو كانوا شرطة أو أي جهة كانت لازم تكون تنسيق مشترك بيناتهم. فتفاجأ يعني أمر القوة وقال له، قال له الموجود اللي ضابط اللي إجا، قال له إحنا بالنسبة إن تورطنا، ويعني يعني شلون تورط يعني؟ يعني جايين بأمر غير قانوني.